الحقيقة أنا لو فكرت في الموضوع أنا قلت قبل كده على الهوا إن أنا بحب اللي هو تايم ترافل أو السفر عبر الأزمنة وعبر سواء الماضي سواء المستقبل. عايز تمثيل قديم خالص. في شخصية في من سوبر هيرو شخصية اسمها فلاش. فلاش ده كان بتايم ترافل أو بيسافر عبر الزمن. فأنا ممكن أبقى فلاش أرجع بقى شوية الماضي أطلع شوية أشوف بقى هيحصل إيه في المستقبل. يا سلام لو حضر لي دي سي ولا مارفل؟ دي سي. دي سي. اي خدمه اي فيلم شفت انا جاهز لك ازاي؟ انا جاهز لك ازاي؟ يا سلام بقى لو رجعت كده وحضرت إيه؟ حفله للست ام كلثوم ده قريب يعني مش بعيد الستينات ولا لبست بقى فستان كده من بتوع الزمن الجميل ايام ما كانت الستات كده بتلبس الفساتين الحلوه الجميله ولا حد بيضايقهم ولا حد بيعملهم اي حاجه قديمه كده وانزل اروح السينما ست قديمه والفستان ابو كرنيش ده والريترو صح كده وانزل بقى اروح فيلم عربي قديم ابيض في اسود يا سلام ابي فوق الشجره مثلا لا لا ده تلون قبل ابيض واسود في العشرينات ممكن ارجع في العشرينات يوم اتنط على 2070 اشوف حصل ايه في المستقبل كانت السينما صامته لسه صامته ممكن لسة. كمان 20-30 سنه اشوف الشيف حسن في المستقبل يبقى شكله ايه برضه ده مستقبل 20-30 سنه ربنا يديك ويدينا العمر امين يا رب العالمين لا انا عايزك ترجع ورا بقى شيف خالص مستر اكس نيفر دايز انت عارفه ايام البيوت اللي هي الكبيره الواسعه دي والناس بتقعد قدام البيوت كده ومعاها شاي وبتاع والدنيا رايقه ومزاج رايق ترجع الزمن ده الدنيا هادية قوي زمن طويل واليوم طويل والليل طويل ممكن برضو ممكن.